يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أيها السادة والسيدات، نعطي الكلمة للسيد نوردين بوعطة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية تنغير، فليتفضل مشكورا. وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية وقبل أن نبدأ هذا الحفل الكريم، لابد أن نشير إلى التوفيق إن شاء الله. السيد عبد الرحمن الأحمني كما تعلمون رئيسا الآن بجمعية الرحمن التي تهتم بذوي القصور الكلوي بتنغير، فقد ضحى من أجل إخراج هذا المرفق إلى حيز الوجود، ولنا أن نشكره باسم جميع سكان مدينة تنغير على مساهمته القيمة هو والعديد من الإخوة في هذا الفعل الإنساني. أما فيما يخص السيد الحاج محمد السعيد فهنا نقف وقفة إجلال وتقدير لجميع عمال النظافة وللسيد الحاج السعيد خصوصا تقديرا وعرفانا. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظف بلدية تنغير، السادة السيدي المحتفى بهما السيد الحاج عبد الرحمن الأحمني، السيد الحاج محمد السعيد، السادة رؤساء الجمعيات الحاضرين معنا، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يسعني في هذه الوقفة الكريمة إلا أن أحيي وأن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظف بلدية تنغير على سيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظف بلدية تنغير المحترم، إخواني المتقاعدين المحترمين، إخواني أخواتي الموظفين المحترمين، السادة رؤساء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية والتعليم المحترمين والإخوان في العمل، الحضور الكريم. إن الله خص الإنسان بالكرامة وكرمه وأعزه وأوصانا بتكريمه، لأن الإنسان هو أعز مخلوق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلوات والتسليم. إذن هذه محطة أخرى من محطات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي بلدية تنغير. هذه الجمعية التي تأسست منذ سنة 1998 من تعرف مع الآخر على أن على حسب العرق ديالو أو الطريقة ديال التفكير ديالو، ولكن تعرف معك أنه بشري بحال بحال، يعني حاجة كثيرة ما نقدرش نعبر على أنه بزاف كتجي باش غادي تفكر. إذا أردت أن أذكر
ما يتميز به فهو صديق عزيز لدي أكن له كل الاحترام، فهو عرفته منذ الصغر في واحد سبورة في منطقة وردزات، ولقد عرفته أيضا في يوم دراسة في وردزات الثانوي، كما عشنا معا في الرباط رغم أنه ذهب إلى فاس لأسباب صحية. وباسم جميع أصدقاء إني أتحدث عن هذا الأخ الذي يتميز بالصدق والوفاء، فهو وفي لجميع أصدقائه ولعائلته ولجميع السكان الذين يعرفونه. أيها الحضور الكريم، بادئ البدء نتقدم بالشكر الجزيل لمنظمي هذا الحفل البهيج لتكريم أخينا وصديقنا المحترم السيد الحاج عبد الرحمن بمناسبة إحالة هذا التقارب، فتحية إجلال وتعظيم لأخينا الحاج. بدوري كذلك وبداية باسمي خاص ونيابة عن مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع تنغير ونيابة عن أسرة التعليم بإقليم تنغير، أود أن أشكر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية تنغير على الحفل المتميز طبعا الحال على تكريم أحد المناضلين ديال بلدية تنغير ولا مناضلين الحاج حماني والسي محمد. أشكر جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين والمستخدمين في بلدية تنغير. بإيجاز أريد أن أعبر عن امتناني وشكري للسي عبد الرحمن الحماني الذي كان هو المسار في إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود. صحيح ليس رئيس الجمعية وإنما أمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية ببلدية تنغير، السادة رؤساء جمعيات وممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية في التربية الوطنية وجماعة المحلية الأخرى، السادة الحضور الكرام والسيدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. أولاً أشكركم كثيراً على حضوركم ومشاركتي في هذا الاحتفاء، أشكركم جزيل الشكر، واعذروني أنه متأثر وتعبيري. في الحقيقة شرفتموني جميعا بهذا التكريم، وهو في الحقيقة أيضا تشريف زيادة أنه تشريف لي ولزميلي، فهو تشريف لأسرتنا، أسرتنا الصغيرتين ولزملاء الموظفين، فهذا يعني اعتراف يعني بمسار شاركناه جميعا. اسمحوا لي أن أعطي موجز صغير عن مساري الوظيفي بهذه المدينة.
إن مدينة تنبيق أودني وأنا شاب في سن 29 وكبرت معها وكبرت معي وعشت معي حياتي وعشت معها حياتها فأصبحت جزءا مني وأصبحت جزءا منها أبينا الكريم ورب طول المدة أحمد الله جلت قدرته أن أهل تنغير لم ألقى منهم إلا حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجميل المعامل والاحترام ولله هذا الاحتفاء الذي أحرتني به وأشكركم جميعا على حضوركم وعلى إقرائكم وأعتذر من الجميع عن أي تصرف مشين قد يكون بضرني مرة أخرى أشكر جميع من شاركني الاحتفاء وأشكر المكتب النقبي وأشكر السيد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية أو الفيدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد الكريم الذي أبى إلى أن يشاركنا عن طريق الهاتف وفقكم الله جميعا لما في خير هذه البلاد وأحاطكم بعنايته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. خمسة شباب جمعة مبرد تنبيل شكرا. محتفى به ندعوكم جميعا الى حفل الشاي فتفضلوا.